بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي محمد حمدان العبيدي من سكنة قضاء الحويجة، متزوج، لدي 3 بنات، خريج معهد تقني لسنة 2012، وحاليا بدون تعيين، وقدرت أطور نفسي عن طريق مشروع البسيط، بائع مواطن متجول داخل قضاء الحويجة. الحمد لله والشكر لله، لقيت إقبال من قبل الناس ومن قبل أهلنا بقضاء الحويجة على مشروع البسيط، وأهل الحويجة ناس ذواقين بالنسبة للنظافة والترتيب، وخصوصا يعني هاي الشغلة مأكولات أو مثلا مشروبات يعني أطفال، لذلك يعني احنا بزمن الأوبئة النظافة هي الشيء الأهم اللي هي أمانة تكون عاتقة تجاه الأطفال بهن وقضاء الحويجة. قدرت أطور مشروعي العام، يعني كانت السنة الأولى، لقيت الحمد لله والشكر لله يعني إقبال من أهلنا، وحاليا بديت الموسم الثاني. الحمد لله قدرت اطور نفسي شيئا فشيئا، والحمد لله فرصه عمل يعني قدرت اوفرها لنفسي. يعني حبيبي تفضل غالي. فأنا ذكرت لك شغلة أنه أنا شغلي يبدأ من الصبح لحد الظهر، أرتاح في ساعتين أو 3 بالبيت، بعدها أعاود عملي لحد تقريبا أوقات متأخرة من الليل. ما عندي مشكلة يعني حاليا الحمد لله والشكر، وضع مستتب، وضع أمني تمام. حاليا أنا أتنقل من منطقة أخرى بداخل قضاء الحويجة، الفضل يعود للقوات الأمنية وكل فصائلها اللي وفرت الأمن، والأمن حاليا الحمد لله والشكر المستتب بداخل قضاء الحويجة، ماكو أي مشكلة ما عاني منها، خصوصا شغلتي متنقل إلى أحياء بعيدة داخل قضاء الحويجة، الحمد لله والشكر لله عملي ماشي بسلاسة بدون أي معوقات أو أي صعوبة أو أي مشاكل. رسالتي للخريجين يوفرون فرص عمل لهم من خلال تطوير مشاريعهم الصغيرة، سواء لأن احنا نعرف خريجين هواي بالعراق وخصوصا يعني منطقتنا بقضاء الحويجة، بظل الظروف اللي تنعدم بها التعيينات أو تكون قليلة، لذلك أنصح كل الخريجين أنه يبدون مشاريعهم خطوة فخطوة، فالميل يبدأ بخطوة. طبعا مشروعي بدا من خطوه بسيطه، وان شاء الله بالمستقبل احاول اطور مشروعي، وباذن الله عز وجل ان شاء الله افتح محل او الى مرطبات ان شاء الله. مشروعي بدا مثل ما ذكرت بشيء بسيط، فشيئا فشيئا ان شاء الله راح اطور مشروعي.